اهلا وسهلا، بون ابيتي يا هوانم. انا عندي عوف الطباخ بتاعي احسن واحد بيعمل كشك المز وخبيزه من ايام ما كان بيشتغل عند حيدر باشا وزير الحقانيه. هي البركه كلها في ايام زمان. طبعا هيفضلوا يندموا على ايام الملك طول عمرهم. استنوا يا ماما، هم اللي جابوا نفسهم. الله يخليكم يا هوانم، بلاش نقلب على بعض المواجع. انا عزمتكم عشان انتم من ريحه الزمن الجميل، نسال على بعض، نشوف بعض من غير ما نقلب المواجع على بعض. معاكي حق، صحيح. هو عبد البديع بيلقى رندالي فين؟ كنا نفسنا نتشرف بيه. هو في الحقيقه مشغول جدا، لكن بيقول لكم بون ابيتي. ده حتى طلب مني اطلبه على الموبايل وافتح السبيكر عشان تحس انه موجود معاكوا على طول. لحظه واحده. الهاتف الذي طلبته غير متاح، يمكنك ارسال فويس اس ام اس بصوتك. اتصل بنجمه ثم رقم الهاتف. مش قلت لكم مشغول؟ مشغول جدا. اتفضلي يا هوانم، بون ابيتي. من فضلك اكتب الشيك اللي هعمله، عشان انا لو ما عنديش وقت اروح البنك الدنيا ما توقفش. تحت امرك. شكرا. وده عقد بيع شقة الزمالك، وده المفتاح بتاعها اهو، ودي مفاتيح القصر. بس زي ما اتفقنا، استلام القصر بعد شهر. مفيش مشكلة. ده شيك ب 28 مليون، تصرفه بكرة من البنك وتحجيز ال 3 مليون كاش. الباقي هتحطه في الحساب كالعادة، وتكتب لي دلوقتي وصل أمانة ب 25 مليون. تعويض تخلص ولا إيه؟ إشمعنى يعني؟ يعني عشان موضوع ال 3 مليون دول. الأحسن. خلينا نفضها سيرة بقى. هو نديم فين أمال؟ عند ألفونسو زي ما حضرتك أمرت. على فكرة عنده. أنت معطلني عن مصالح جامدة أوي. مصالح إيه يا شحات أنت؟ واضح إنك مستهون بابنك. ده أنا بقى عندي ناس في كشوف الاستثمارات، لو قريت أساميهم هتتخض. يا ده جامد. مش قوي كده. تحب تشوف؟ عليه وانا فضيلك، انت بس خلص اللي قلت لك عليه. ونتقابل بكره في المكتب بعيد عن البيت عشان تديني ال 3 مليون. بالحق ماما ومنى اخبارهم ايه؟ هكدب عليك يا عبدو لو قلت لك اني بقيت اشوفه. انا حتى ساعات بقيت اروح ابات في اوتيلات عشان ما اعملش ازعاج وانا رايح على البيت بالليل. وانت كمان بقيتش ابات في البيت ولا ايه؟ لا انا مش الدرجه دي. بس انا كمان ما بشوفهمش زيك بالظبط. لما بروح الاقي امك نايمه بتشخر. واختك قافل عليها باب اوضتها، اخاف ادخل اكلمها تسمعني كلمه من كلامها البايخ ده. بنتك برضه عبده وليها حقوق عليك. وانا بعمل ده كله عشان مين؟ مش عشانها وعشانك. يلا تصبح على خير. مستعجل ليه يا عبده؟ ما تقعد لبعد العشاء. حبيبتي من اهلك، مع السلامه. الو، ازيك يا كريم؟ كنت لسه هكلمك على فكره. بقول لك ايه؟ ما تيجي اعزمك على العشاء واقول لك على الاخبار اللي عندي. طيب نص ساعة وأكون هناك. يلا سلام. أنا خالتي. أيوه، هي عاملة إيه طب النهاردة يعني؟ طب ينفع أصحى عليها؟ مساء الخير. مساء النور. الراجل ألفونس؟ الحمد لله على السلامة. أخيرا. 520 مليون. أوكي. تدفع عليه. يا أستاذ نديم. طب يا خالتي، طب أنا هكلمك تاني. سلام. استلم. أخيرا. بس بلغ عبد البديع بيه ان في 720 جنيه زياده مصاريف شحن. خليه يبعت لك 1000 جنيه والباقي على شيء. تمام؟ بنتك زي الفل. مع السلامه. هي حصلت تلبس جلابيتي والزراير بتاعتها مقطعه؟ الجلابيه كانت كويسه وزرايرها سليمه وانا بكويها الصبح. يعني ايه بقى؟ انا اللي قطعتهم وبتلكت لك؟ ما هو لا مؤاخذه ما ينفعش كده ست لطيفه، مش معقول تفضل قاعده هنا طول النهار وانا مرتوع لوحدي فوق. ست لطيفه. ما انت اللي قفلت المحل وبلطت في البيت من ساعه ما حطيت فلوسك عند علي وبقيت تاخد الفوائد على الجاهز. اهو على طول على كده يا اختي من ساعه ما قعد في البيت، ما وراهوش اي حاجه غير انه ينكفني. انت هتشتكيني لاختك؟ وهي غريبه يا اخي، اما امرك عجيب قوي.
على فين يا حبيبتي؟ ما تخافيش عليا يا ماما، انا نازله قبل ما هي ندور على شغل، كفايه قاعده في البيت بقى. طب البس هدومي واجي معاكي. تيجي معايا على فين يا حبيبتي؟ ما تخافيش عليا، انا مش صغيره واعرف انزل الشارع من غير ما تقول. ربنا يسلم طريقك. استني قبل ما انسى، خدي سجلي لي نمرتك هنا. ايه ده جبتيه امتى ده؟ مبروك. اعمل ايه بقى؟ ما انا قلت لازم اجيب حاجه تطمني عليكي وترحمني من القلق ووجع القلب اللي بحس بيه طول ما انت بره. خدي يا حبيبتي، مبروك عليكي وربنا ما يحرمني منك ابدا. ربنا ينور طريقك ويحميكي، خلي بالك من نفسك. هتطلعي معايا ولا لا؟ انت بتهددني يا سمجاهد. رتيبه، ردي على جوزك كويس، عيب كده. وبعدين بقول لكم ايه، مش الاحسن انكم تطلعوا على شقتكم وتتخانقوا وتتعاتبوا براحتكم من غير ما حد يسمعكم؟ ها، انا مش ناقصه صداع. ادي التلاتة مليون، 2 مليون في الشنطة دي ومليون في التانية يا معلم. ايه يا معلم دي؟ اصلها طلبات مريبة بصراحة. امال انا ما كنتش عارف كل المليون فيهم رايح فين. يا قطني. ايوه يا هشاش. رأفت اخوك فين؟ اهو قاعد بره مستني زي ما حضرتك امرت. راجع معاه اللي هيعمله عشان ما يبوظش الدنيا. حاضر. على فكرة الاستاذ نديم بره قاعد مستني حضرتك بقاله دقيقتين. سايبه بره ليه يا بني ادم؟ دخله. حاضر. حالا عايز حاجه تانيه مني يا عبده؟ استنى شويه يمكن تاخد ابن خالتك معاك. تمام، كله تمام، البضاعه وصلت لجوز خالتي. انتوا خلاص بقيتوا عصابه، الفاظكم بقت الفاظ مجرمين. على فكره الخواجه الفونسو بيقول لك الفلوس زادت 720 جنيه. كلمني بعد ما خرجت من عنده، قعدت اطلب في حضرتك، تليفونك مقفول. ايه ده؟ والله يلا اتكلوا على الله. خلاص علي. ايوه عبده. انت هتبقى فين بالليل؟ عايزني ابقى فين يا ابني؟ خلصنا، هتبقى فين؟ انا مش فاضي لك. كلمني يا عبده وقول لي عايزني ابقى فين، هتلاقيني مطرح ما انت موجود. يلا ديمو. يلا زعيم. نعيم. ولا هسمعك ولا هكلمك. ده مقلب تعمله فيا امبارح، تحرجني مع ضيوف، والنهارده جايب لي واحد معرفوش عشان ما طلعلكش اللي في قلبي. هو يعني كان فرق معاك؟ ما انت قلت كل اللي نفسك فيه. خلينا في المهم، انت عارفه مين الراجل ده؟ يطلع زي ما يطلع، خلينا في اللي احنا فيه. ايه اللي خلينا في اللي احنا فيه؟ امال احنا بقالنا مده مستنيين ايه؟ الراجل ده هو الوسيط اللي هيبقى لنا العصافير. بجد؟ تعالي اتفرجي وشوفي بنفسك. استاذ مجدي، دولة هانم الارندالي مراتي وشركتي في شراء العصافير. اهلا وسهلا. اهلا. تفضل. فين يا حبيبتي الكريدت كارد؟ بس لما اطمن على المجموعه الاول. الله الله، لا يستاهلوا، يستاهلوا أكثر من المليون. لسه المكسب كمان. الله، مش ممكن. ايه رأيك؟ يهبلوا يا بودة يهبلوا. لا يا روحي، أجل الهبل شوية لغاية بس نحط الكريدت كارد ونسحب المبلغ بتاعك أنت كمان. أنا بقول مستنى الجواهرك بتاعك عشان يشوفهم ويطمني ويقول لي دول الأصليين ولا لأ. ها دكتور، هيخرج إمتى إن شاء الله بالسلام؟ وأنت مستعجلة ليه؟ العملية لسه محتاجة وقت، والمصاريف مدفوعة لحد آخر يوم في العلاج. مدفوعة؟ أستاذ عبد الوديع دفع تكاليف العملية والإقامة ومصاريف العلاج كلها مقدماً، ويمكن كمان يفضلوا فلوس عندنا لحد ما يخرج الاستاذ غريب ان شاء الله من المستشفى. عن اذنكم. ربنا يستر الدنيا والخير. يا عثمان. فندم استنى. الباب. حاضر. ايوه علي. علي مين يا عبد البديع؟ ده انا الفونس. ما انا عارف يا حبيبي، انا بس كنت عايز اطمن على اختك. اخبارها ايه؟ اخت مين يا عبديع؟ دي اختي ماتت بقى لها 3 سنين وانت حضرت القداس بتاعها في الكنيسه. ايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ عبد البديع. ثانيه واحده حبيبتي. الفونس ركز معايا، حتى ابوك دلوقتي الدوله بعتت جابت خبير المجوهرات بتاعها. اوعى تكون المجوهرات مشابهه تيبيكل. لا اطمن يا مومبيه، ولو تجيب 600 خبير حتى. اياك تكون بتنفش ريشك على الفاضي يا الفونس.
برقبتي يا عبد البديع بيه؟ امال احنا دافعين 20,000 دولار ليه؟ انا مش قلقني غير برقبتي، ربنا يستر بقى. ايه يا حبيبي انا هبقى اكلمك تاني عشان اطمن. يلا سلم على ماما. ماما الله يرحم الجميع في ملكوته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك اطمنا اطمن الهنم. مش حضرتك هتشوفها قدامنا هنا؟ طبعا المساله مش هتاخد اكتر من 3 دقايق بالكتير. اتفضل. حق يا الفونس لو صدقت تبقى تمام التمام كده، يبقى حقنا رجع لنا ما فاضلش غير اشجان. يا نهار اسود شكله فاهم قوي. يا رب يا رب انت عارف ان ده حقي وانا ضحيه رجل سفيه مراهق بزع فلوسه على شويه نسوان انت وحدك اللي علم بيهم. انا عندي كل واحده حقها شرع اللي كتبته على نفسي، بس عديني والنبي يا رب الامتحان ده، والنبي يا رب عديها على خير. ايه ده؟ ايه في ايه؟ تحفة فنية. الصور ظلمت المجموعة دي جامد جدا يا هاني. ربنا يكركب بطنك يا بيت. ده كنز. ها اطمنتي يا هانم؟ هو اللي يقول. هو يقول ايه؟ انت بسمعه هو بيقول كنز؟ هاي يا استاذ. متأسف يا هانم، سرحت مع التحف الفنية دي. احمر. والله برافو عليك يا الفونس. ممكن اتصور معاها؟ لا لا ليه بودا؟ دي واحدة كلمتين بس. عن اذنك. مش من مصلحتنا باي حال من الاحوال ان حد يعرف ان المجوهرات دي عندنا ولا انها حتى دخلت مصر. اولا هنفتح لنا الضرائب والحكومه، ثانيا وده الاهم من الحرامين ده غير القر والحسد ده على شمعتك نهاية السنة دي ما تعدي على خير ونعمل مزاد ونخلص منه. عندك حق. مش عشان الراجل تافه عايز يتصور مع المجوهرات نبوظ كل حاجة. عندك حق. أنا بقول برضو مفيش داعي يهدر مع عملية الدفع عشان الفلوس ما تتنظرش. أنت بس مشي بشياكة كده. يلا. حاضر. كملها يا رب. كملها. جمال بيه درويش، عمي وعميد عيلة درويش. غني عن التعريف طبعاً. أهلاً وسهلاً فندم. إزي حضرتك؟ علي بيه الأرندلي، صاحب المجموعة العربية للاستثمار اللي أنا كلمتك عنه يا عم. مش أنت اللي خلصت صفقة الحديد يا؟ برافو عليك، لعبتها حلوة أوي. الشهادة أعتز بيها يا فندم. اتفضل استريح. عمي جاي يدردش معاك حوالين مبلغ كده عايزك تشغله له معاك في المجموعة. أنا هسيبكوا تتفاهموا مع بعض عشان ده بيزنس أنا ماليش فيه. طب اقعدي اشربي حاجة على الأقل. عندي ميعاد في الجيم لازم ألحقه. أنا عرفتكوا ببعض زي ما عمي طلب وخلاص أنا دوري هنا انتهى. باي باي. باي باي. الورقة دي فيها الباسورد بتاع الكريدت وده رقم الكريدت. بعدين معاك كده ولاد، مش المفروض الراجل يشوف وشك كده؟ المفروض ان احنا رجال اعمال واخدين على البيزنس ده. في حاجة يا عبد البديع بيه؟ لا لا ولا حاجة يا فندم. عاجبك كده؟ خلاص بقى. اصل دي اخر فلوس فضلالي. وانا رحت فين؟ لو لا قدر الله عاوزت اي حاجة من تحت امرك اي وقت. وحتى لو فشلت ما انت عندك مجوهراتك وعندك املاك. انا همدان. ألف مبروك يا حبيبتي. شكرا. ميرسي. مبروك. ميرسي.
ميرسي شكرا. طب استاذن انا. لا لا انا جاي اتحرك معاك. اتحرك معايا لفين؟ انت حاسبني مع المصيبه دي لوحدي في البيت؟ لو خايف اخدهم معايا. لا طبعا. لا طبعا. انت بتخونيني يا دولت؟ اتفضل. مخونك ده ايه؟ انا بس مش متخيله ان انا اقعد مع مجوهرات بالثمن الرهيب ده لوحدي. يا حبيبتي كلها سواد الليل، وانا من الصبح بدري هبقى عندك ناخدهم ونوديهم في البنك زي ما اتفقنا. انت عايزني افضل طول الليل قاعده على اعصابي لغايه النهار ما يطلع؟ ده انا اتجنن يا بوته. اسمع، انت تقعد معايا لغايه ما نروح البنك سوا، وبعد كده انت حر. وبعدين بقى في الجنان ده يا دولة، انا عندي شغل ضروري، ما ينفعش اقعد جنبك عشان بتتدلعي. قول زي ما تقول، مش هتتحرك يا بودة من هنا الا لما تشوف لي حل في المصيبة دي. عمك مبدئيا هيحول 40 مليون جنيه على حساب المجموعة العربية الدولية برقم حساب بتاع أبرس بكرة الصبح، عشان ياخد نسبة 22% اللي اتفقنا عليها. ها، أخبار بورصة لندن إيه؟ في أكتر من سند وسهم ممكن نلعب فيهم، بس فوق الدقيقة. مفيالك أهو. أدخل. ال 14 مليون بتوع الوالد ودولة تاني ووصلوا. طب أنا هدخل أتابع معاهم على النت. تمام. استنى. إيه؟ تروح له على اوتيل الست اللي اسمها اشجان دي وتدي له وصل. ده وصل ايه؟ جراي نديم، فتح مخك معانا مش شايلك. ده وصل امانه ب 14 مليون جنيه جداد. هتروح له على الاوتيل وتستناك في الباركينج، اوعى تدخل له جوه. يا عم انا من امتى يعني بتصرف في الحاجات دي من دماغي؟ ما تقلقش. سلام. سلام. قولي ايه حكايه باباك معاك؟ مره يدفعك العشاء ومره يكتبك وصل امانه، ايه هو في ايه؟ ما تاخديش في بالك، انا واخد على كده. ده مش اول وصل امانه عبده يكتبه لي. وريني بقى ايه الاسهم والسندات اللي هنلعب فيها دي، ولما نخلص هحكي لك حكايتي مع عبد البديع الارندالي عشان اخلص من الفضول اللي في عينيه كده. رجلك على رجلي ايه؟ احنا نهزر يا سيدي. ما انا مش هطلع معاك وانت بتقابل العميل. انا هقعد استناك في العربيه لغايه لما تخلص، وبعد كده ترجع معايا على هنا. شوفي بقى، انا هخرج من هنا اروح مشواري، ومن المشوار هروح بيتي. لازم انام هناك عشان بنتي التعبانه، وانت عارفه كده كويس. غير كده ما عنديش. مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ ايه ده، انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت نسيت نفسك ولا انت ولا؟ اللي نسيتي نفسك؟ عمال دلعك دلعك من ايه كده؟ فاكره نفسك عيله صغيره؟ اسمعي، انا راجل البيت ده، انا مش شخشيخه. شغل الايدي الناعمه ورد القلب ده تعمليه مع ادريس وعثمان بتوعك، انما انا ارندلي زيك. انا مش مصدقه، انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا ده كله؟ عملت فيا ايه؟ راجعي تاريخك معايا من ساعة ما طلبت ايدك عشان اتجوزك لحد اللحظة دي. شوفي انا استحملت دلعك المرق قد ايه. وفي الاخر عايز انا اسيب مصالحي واقعد جنبك. انسي. بقولك انا خارج دلوقتي، لو خطيتي ورايا خطوة واحدة تبقي طالق يا بنت الارندلي باشا. ايوه يعني ما تقدرش تقولي اللي ضربك بالمطوه اثناء الخناقه شكله ايه بالظبط؟ يا باشا الخناقه كانت كبيره قوي، والناس كلها بتطحن في بعض، وانا خاف اقول مين بالظبط يعني اظلم حد، خصوصا ان كان في ناس كتيره قوي غريبه عن الحاره، والناس كلها بتتخانق يا باشا، وممكن يكون حد خبطنا غلط. ايوه بس الشهود في المحضر اللي جانا من الاسم اكدوا في الاول ان اللي ضربك صاحبك عدو بدران وشهرته وبقله. أو سعادتك قلتها بنفسك اهو، صاحبك ازاي يا باشا يبقى صاحبي ويضربني بالمطوة بغشمية كده ليه يعني؟ يعني انت مش بتتهم اي حد بعينه انه ضربك بالمطوة اثناء الخناقة؟ لا يا باشا بتتهمش حد، واكتب كمان في المحضر اني مسامح وان الحمد لله انها جت سليمة يعني، وربنا سترها معايا لحد كده. وقد افاد المجني علي بانه لا يتهم احد بعينه في الواقع، وكذلك أكد عدم قدرتي على تحديد ملامح الجاني، ووقع على ذلك في تاريخي وساعات. بتمضي غريب مش كده؟ اه باشا، وبكتب اسم ثلاثي كمان. وضي يا بابا هنضل على الكلام ده، واذا افتكرت اي حاجه اي حاجه ترتروا على اسمه على طول وتبلغ عشان ما تضيعش حقك. اللي عنده النوم بيضيع شيبي. اكيد. تمام سعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا بيه. مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله.
زي ما عملت يا غريب، الطيب احسن. اديني سمعت الكلام اهو، عملت زي ما قال لي جنابه بالظبط. يا ريت يرضى عني بقى ويسامحني. سي عبد البديع قلبه طيب وابن حلال، وانت بذرتك طيبه، وانا لولا حافظك وشربك انا كنت زماني قلت يا لنفسي من زمان. الا قوليلي هو مظهرش النهارده ليه؟ ربنا يعينه على اللي هو فيه، لما يبقى يفضح يجي يطل عليك. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا ست انهار، الف سلام عليك يا معلم غريب. تعالى خش خش. شد وزول بالصلاه على النبي. من يد من اعدامها يا اخوي. يا عم ما كانش لازم تتعب نفسك يا جودر، ده انت اسمك لوحده يحبس في اي مستشفى. تصدق امن بالله الحته كلها مستنياك بفارغ الصبر. لمؤاخذه يا ست انهار، عايز اديك الموبايل. ادي الموبايل وادي الفلوس. فلوس ايه دي يا جودر؟ دي ايرادات التكاتك من ساعه اللي حصل وحساب الموبايل، والعلم سيادتك بقى انا اللي مسكت السواقين وكله تمام التمام. شفت بقى يا غريب، عشان الفلوس دي حلال ومصدرها طيب ربنا بارك لك فيها من حيث لا تحتسب. يا رب تفهم بقى. كتر خيرك يا جودر، والله يا اصيل. انا ادي الشيك. اصيل. وادي المبلغ. ميرسي يا فندم. استاذن بعد اذنك اروح اوصل رقفه العربيه وارجع على طول. اوعى تتاخر. ما نقدرش. يا نديم انت واقف من بدري؟ يعني الوصل اهو. تامرني حضرتك بحاجه ثانيه؟ هو عارف في شركه ولا مشي؟ تحب اكلمه لك؟ لا لا انا هشوف ظروفي كده ويمكن اعدي عليك. طب بعد اذنك. هتيجي معانا ولا معاك عربيه؟ انا معايا عربيه علي. بعد اذنك. ايه مالك متنح كده ليه؟ انت مش قلت لهانم جوه انك هتوصلني وترجع لها؟ وانت مالك يا حشر؟ اركب افهمك. يا قطر انا طلعت عيني معاك من الصبح، وهو سؤال واحد مش محتاج منك لف ودوران. انا عايز اطمن على الاستاذ عبد المديح. صعبه دي؟ لا اله الا الله. من قلت لسعادتك يا باشا اطمن، اقول ايه تاني؟ بلاش كده. هو بيعمل ايه اليومين دول؟ ليه فجأة كده أخوك رجليه بدأت تاخد على المكتب هنا؟ لا أنا لحد كده وما أقدرش أكشف أسرار الشغل. أنا مش عايز أعمل زي غيري اللي بيفتن على أسرار الشغل وأسرار المكتب. تعرف أخلاقي كويس يا أستاذ نبيل، أنا طول عمري ما أقدرش أفتن على ولي نعمتي. وإيه لزوم الغلط وتلقيح الكلام يا وطني؟ أنت حد جاب سيرتك في حاجة؟ ولا انت بقى اللي بتحسس على البطحة اللي على راسك؟ انا اللي على راسي بطحة؟ بس ايه انت تتخانق قدامي ولا ايه؟ عموما يا وطني انا كنت بس عايز اطمن على الاستاذ عبد البديع وافهم منك ماله عشان اقف جنبه لو محتاجني في حاجه. لا اطمن يا نبيل بيه، عبد البديع بيه خير، ما تخافش عليه، ده لا مؤاخذه هيلعب بالبيضه والحجر. هو انا في حاجه مخوفاني عليه غير كده؟ طب اتفضلوا انتوا دلوقتي كل واحد على مكتبه. شاكرين يا استاذ وطني على المساعده بتاعتك. لا لا تحت امرك وخدمك في اي وقت يا نبيل بيه. انت ايوب داخل عليه الدور. حاضر يا استاذ. وبعدها لك يا عبد البديع، هتفضل محيرني وقلقني عليك العمر كله كده يا صاحبي؟ لا 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 ما تقلقش حبيبتي، ده ظرف طارئ كده هقولك عليه بعدين. بعدين بكرة. الو الو ظهر ان التليفون هيفصل. شحن يا حبيبتي. الو الو يعني كده احسن عشان افهمك براحتي. ايوه استاذ احسن. انا ركبي خلاص جابت اخرها موضوع الشيكات ده. انت لو تصبر على رزقك هتفهم. دلوقتي الشيك اللي انت اديته لمدام اشجان التوقيع اللي عليه غير مطابق للتوقيع اللي في البنك ساعة ما فتحت لك الحساب من فترة كده، فاكر؟ إلا فاكر. مش ده اللي سعادتك كتبتني وصل أمانة ب 10 مليون جنيه؟ أمال عايزني أحط 10 مليون في حسابك من غير ما أأمن نفسي؟ المهم البنك طبعا هيرفض الشيك اللي مقدماه مدام أشجان عشان التوقيع غير مطابق. تقوم أشجان هانم هتعمل إيه؟ هترفع عليك قضية طبعا عشان التوقيع غير مطابق. هتدي لمين الشيك يرفع بيه القضية؟ لسعادتك طبعا. برافو عليك. سعادتي بقى هيعمل إيه؟ ياخد الشيك ده يقطعه وياخد منك شيك تاني يمضي بأي حد تاني وليكن وطني مثلا، ويحطه في ملف القضية ويقدمه للمحكمة. المحكمة هتعمل ايه؟ توديه للطب الشرعي يفحصه. الطب الشرعي هيفحصه هيقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول ان الشيك اللي مقدماه أشجان هانم للمحكمة
مزور صلبا وتوقيعا. تقوم المحكمة تديك براءة وتحول أشجان هانم للمحاكمة بتهمة التزوير. يا جاه النبي على دماغك يا أستاذ، ربنا يكفينا شرك. لسه اللي جاي قد أحلى مغفل. أنا آسف يا بيه، كمل سعادتك. الأستاذ سالم المحامي اللي أنا بستخدمه في القضايا اللي بالشكل ده، وده هيبقى المحامي بتاعك، هيطلب عقد صفقة مع أشجان هانم. الصفقة دي إيه؟ إيه يا ريس؟ لا دي حاجة تخصنا أنا بقى. دي بقى اللي فيها الخلطة السحرية بتاعت الأستاذ عبد البديل اللي أرد لي المحامي، اللي هو بلا فخر يبقى أنا. بص عليك يا عبد البديع، وكمان قافل موبايلك، دي عاملة تعملها فيا. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. هي نفس الحكاية بس بشكل تاني. أنا عمامي خدوا حقوقي بحجة تعليم البزنس على أصول، وأنت باباك بيكتب عليك كمبيالات وصولات أمانة بحجة إنه يعلمك إزاي تاخد حقك بالقانون أول بأول. هي حاجة غريبة فعلا، بس هو تركيبته كده يعني. وبعدين بيني وبينك الحكاية دي فادتني قوي في شغلي بتاع زمان. طب دي تركيبته هو، تركيبتك أنت بقى إيه؟ ببدأ من حيث انتهى الآخرون. نهاية طموح عبد البديع الأرندلي هي بداية طموح علي عبد البديع الأرندلي. ايه ده؟ الطريقة دي ولا ايه؟ لا بس حسيت اني لازم اسقف لك بعد الخطبة البليغة القصيرة دي. من غير فلسفة، قولي اللي عندك وخلصيه. هتفهمني صح؟ جربين. متهيألي احنا لحد دلوقتي عاملين تيم كويس قوي مع بعض. برضو احنا لسه بنقول يا هادي، انسى النهاردة رصيدك اللي عملته امبارح وكمل كأنك بتبتدي من جديد. رجل الأعمال الناجح هو اللي ما بيبقاش عارف فلوسه قد ايه من كتر ما العجلة دايرة باستمرار. منكم نستفيد، باصي ونشوط على طول. طب ركز بقى في الباصة دي كويس عشان تجيب جون يا كابتن. كنت عايزة حاجة يا ماما؟ يا قطعي يا حبيبتي، أنا صحتك من النوم؟ لا أبداً، لسه ما نمتش. طب تحب أعمل لك كوباية لبن دافية وأحط لك عليهم معلقتين عسل نحل عشان تهدي أعصابك وتعرفي تنامي؟ لا بس ممكن أطلب منك طلب كان نفسي أطلبه من زمان. أطلبي يا حبيبتي. ممكن تنامي جنبي النهاردة وأحط راسي على إيدك وأنا نايمة؟ يا سلام، من عينيا الاتنين. بس يا ترى هتستحملي صوتي وانا نايمه وبشخر؟ ابوكي بيقول على صوتي وانا نايمه عامل زي وابور الحر. هستحمله ولو اني مش عارفه ايه وابور الحر ده. طب اخص عليكي، كنت تقولي لي من زمان وانا كنت اجي بيت معاكي ليلتين كل اسبوع عشان اعرفه لك كويس. لا ما تفكريناش بالزمان بقى، انا مرتاحه دلوقتي اكتر. مليون بتوع اشجان دول لا ما نحسبهمش مصاريف لأننا أرجعوا بعد استكمال الخطة. يبقى المصاريف من ساعة ما بدأت خطة استرجاع الثروة 1.5 مليون علي ونديمة، 2 مليون أنهار، يبقى 3.5 مليون. 3.5 مليون، وفي 1 مليون بتوع دولة متفشخرت بيهم العبيطة بتاع العبيطة دي، يبقى 4.5. في 1 مليون كمان مؤخر الصداء، يبقى 5.5. طب مصاريف الفرح، بس الفرح حوالي 80، لا 70 75 ألف. 75 ألف مصاريفها. يوه، في كمان 120 ألف بتوع المجوهرات المزيفة، يبقى كده الإجمالي كام؟ هلا عنه. أهلا أهلا، دك شط سلاوت. عادي بس يا عم، انت فين؟ قافل موبايلك ليه؟ ايه اللي جابك هنا وانت مقاطع القهوه من زمان؟ انت عايز عمر تاني عشان اجاوبك على المحضر اللي فتحته ده. بتلعب دور شطرنج؟ يا سلام. يا سلام ليه يعني؟ اصل شوفك كنت غرقان في الحسبه اللي انت محتاج فيها دي، ما يقولش انت عندك بال للعب. ليه لا؟ الحمد لله صحتي كويسه، كله ماشي تمام، معنوياتي في السماء. بلعبش وانبسط ليه؟ سيدي ربنا يزيدك كلامه كمان. هو انا اكره على الاقل اخلص من قلق عليه؟ مفيش فايده بقى. علم في المتبلم يصبح ناس، قلت لك طول عمرنا هنفضل كده.
انا هفضل زي ما انا وانت هتفضل طول عمرك قلقان عليا يا دون كيشوت. انا يا حكايه دون كيشوت اللي رجعت تنيني بيها تاني؟ اقدر يا بني، كل ما بشوفه افتكر دون كيشوت اللي بيحارب طواحين القوي، نفسه ينشر مثاليات ومحدش سائل فيه. بلاش نضيع وقتنا في اللت والعجل، تعالى اغلبك دور شطرنج على طول عشان عندي شغل بكره كتير، عايز انام بدري. مصطفى هات الشطرنج يا ابني. ربنا يروق بالك كمان وكمان، ويروق بالي انا كمان. ايه اللي بالحق؟ انت عملت ايه مع اشجان اللي رجع تاني مصر؟ وعامل ايه مع انهار ودوله؟ هحكي لك واحنا بنلعب، بس على شرط هحكي لك وانت مش هتسال اي سؤال، عشان انا مش ناوي احكي لك غير اللي انا عايزك تعرفه. نشوف. على الاقل يعني افهم اللي حصل على قد ما اقدر. خشب يا حلو. العب واحده تاني. لا ثلاث عشرات صايمين مالكش لعب. جرب حظك بقى في الدومنا. وبعدين بقى في موضوع الكلين ده، مش بقت حاجه تفلق من ساعه ما الارباح جريت في ايديهم على ايدين علي وهم بقوا ولا تنابله السلطان. بقول لك يا لتيبه، ما تعملنا بقى دور شاي حلو كده وطبق فاكهه محترم. اوف مش عايزين شيشه بالمره. ايه جماعتك بيتريقوا علينا. خليهم على نارهم. العب العب. خليهم على نارهم ازاي؟ انت ناس ان احنا عاوزين نقنعهم انهم يبيعوا المحلات وناخد فلوسهم ونحطها عند علي باسمنا زي ما اتفقنا؟ ناس ان في زباين جايين الصبح. صحيح. بص بقى يا معلم، اخوك هيعمل ايه؟ بقول لك ايه يا ست ابو نديم؟ نعم. ما تقوم انت والست عديلة كده تغيروا هدومكم عشان انا واخويا حبيبي عطوة عاملين لكم فجأة. بجد؟ امال ايه؟ يلا بقى البسوا بسرعة على ما نلعب 10 دومنة بسرعة. قومي قومي البسوا بسرعة قومي قومي يجي. ايه يا عم التلبسة اللي دبستها لنا دي؟ مفاجأة ايه وخروجة ايه؟ هي الحكاية ديتها ايه؟ كام كوز ذرة على قرطاسين ترمس على كام صورة قدام النافورة اللي عند الجامعة يفتكروا أيام زمان الجميلة ويمضلنا على أي حاجة. افهم بقى يا غشيم. لا معلم انا كمان هلبس. اطلع صح الهنا بسرعه عشان مفيش وقت. هو كمان عارف ان مفيش وقت عشان كده لم هدومه على الكنبه من امبارح. هات لي كوبايه ميه بسرعه. هترش على وشه يا فندينا؟ انت اتجننت؟ نسيت نفسك ولا ايه؟ ايه رش على وشه دي؟ روح يلا هات الميه. هلا هلا يا فندينا. دورت دولة. ايه؟ مجوهرات؟ في ايه؟ ما المجوهرات في حضنك اهي. يلا بسرعة عشان نلحق نوديها البنك. يلا انا ورايا مشاوير كتير. بس عليك بودة. انت عم تعملها فيا؟ ده انا شعري شاب طول الليل من اللي جرالي. وقعد اطلبك على الموبايل الاقيك افلوكس عليك. ابقى عاتبيني واحكي لي كل اللي نفسك فيه واحنا في العربية. يلا حبيبتي. مش هنقعد نرغي كده لغايه ما الحراميه ياخدوا خبر ويهجموا على القصر وياخدوا شقه عمرنا. لا حراميه بودا. يلا. لا لا يلا. يعني بقى تمشيت بالليل والضحك والمشي على كورنيش على كعوب الرجلين ما كانش لله في لله. وطي صوتك يا رتيبه واتكلمي بالراحه. راحه؟ راحت مين؟ راحتنا بقى ولا راحتكم؟ والله راحتنا ايه وراحتكم ايه؟ مش واحد؟ لا طبعا مش واحد، ولو واحد انا عن نفسي مش هبيع دكان ابويا مهما حصل ولا يمكن ابدا. يعني ايه والزباين اللي قاعدين تحت؟ احنا يا اخويا ما قلنالكوش تجيبوا زباين وتبيعوا ملك ابونا من ورانا. يعني ايه هتطلعونا عيال قدام الرجاله اللي تحت؟ يا اخويا لا عشنا ولا كنا، بس ابونا فايت لنا الدكاكين والشقق دي عشان يحمونا من غدر الزمن وبلاويه، فمش معقول ابدا ان احنا نرمي العهد اللي ابونا اخده علينا ورا ظهرنا بالشكل ده. قصدك ايه؟ قصدي ان انا لا يمكن اخلف وصيه ابويا مهما حصل. انت عارفه معنى كلامك ده ايه؟ هو يعني يا اما اعمل لك اللي انت عايزه وخلاص، يا اما تهددني. مش كفايه انك قاعد مبلط في البيت لا شغله ولا مشغله؟ هي حصلت؟ طب روحي وانت طالق. طالق يا سبتي. يا دولت بقول لك اعملي حسابك حراسي كويس على مفتاح خزنه البنك ده، وانا هحتفظ بالنسخه بتاعتي. بعد سنه نروح نفتح الخزنه سوا وناخد المجوهرات نبيعها ونكسب. يلا سلام. تعال هنا. انت رايح فين تاني؟ انا عندي مشاوير كتير. بالمناسبه اعملي حسابك تسيب القصر اخر الاسبوع الجاي ده. تعال هنا. ليه؟ بعته. ليه؟ كبير يعني انا تقريبا ما بقعدش فيه. انا اولى بفلوس يا دكتور. مالك بتتكلم بلهجه فرديه كده؟ هو انا مش قاعده في القصر ده ولا ايه؟
طبعا انا فاهم انك قاعده في القصر، بس اي مكان تاني ممكن ينفع بالغرض. شقه صغيره او انت ممكن توضبي شقتك القديمه وتقعد فيها. استنى هنا، انت مالك من امبارح؟ انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ انا ما عملتش فيك حاجه يا دولت. انا ما جريتش عليكي ولا ظلمتك. وبعدين انت مش فقيره يا دولت، انت معاكي حاجات مش اقل من 1,000,000 جنيه، وفي 1.5 مليون تانيين تحت امرك. طبعا انت عارفاهم بتوع ايه دول. انا لو عايزه يعني جدا على التأخير يا حبيبتي. مش ملاحظ حاجة من ساعة أنا ما جيت مصر وأنت بتعمل حاجتين اتنين بس، تتأخر على مواعيدي وتعتذر. والله يا روحي تبقى الشوارع ما عندكش فكرة والكوبري واقف بره. معلش يلا بينا عشان نروح البنك، عايزين نصرف الشيك، الفلوس كتير ما شاء الله هتاخد وقت. يلا. أنا مش فاهمة إيه حكاية الفلوس معاك؟ شاغل نفسك قوي بالفلوس كده ليه؟ وبعدين أنت مش قلت إنك أنت هتوصل الراجل إمبارح وهترجع؟ ما رجعتش ليه؟ ماص جيل الراجل واحنا في البارك، هقول لك بعدين في العربيه. بس يلا يلا عشان بس نلحق البنك يا روحي. اتفضل اتفضل. متشكرين يا حبيبي، ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها قدر يا كريم. يا رب يا خالتي يا رب. متشكرين قوي يا نديم، مش عارفه اقول لك ايه. ميرسي. انا اللي بشكركم ان انتوا وفقتوا تبقوا اول ناس تركبوا العربيه. لا ويطلع من حظي كمان ان اول مكان اروح فيه بيها مسجد السيده نفيسه، يعني البركه حلت من كله. طب يلا يا حبيبي ما تعطلش روح. تمريني بحاجه تانية يا خالتي؟ ايه ما انا قلت لك، بس انت اللي مش معايا خالص. مش قلت لك روح شوف مصالحك؟ بقول لك ايه، انا عايزك تقول لعلي انه وحشني قوي، وقول له كمان ان انا زعلانه منه عشان بقاله مده ما بيسالش عليا ولا بيبات في البيت. طب قال له يطلبني على الموبايل الجديد. هو انت مش اخدت الرقم؟ اخدته وسيفته وهقول له يا حبيبتي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لطيفة الحقيقة لطيفة. شوفي يا اختي النسيبة اللي حصلت لنا الحقيقة. يا اختي والنبي تعالي الحقيقة والنسيبة اللي هو في كده. انا قلت 100 مرة محدش يتحرك من البورصة الاربع ساعات اللي بتفتحه ولا ثانية واحدة. الحكاية كلها 240 دقيقة وبياخدوا على قلبهم كوميشن قد كده. لا غالي ولا دين، دول من المجموعه بتاعتنا. امتى ايه؟ بالليل بالكتير طبعا. سابوا عمليات التداول وروحوا يجيبوا سندوتشات. فاكرين نفسهم في رحله. انت مش هتجيب غيرهم، ما توترش نفسك، خلينا نركز في الاهم. انا معاكي. راجع الكتب دي كويس عشان نعرف اولنا فين واخرنا فين قبل ما نبدا الخطوه اللي جايه. انت لحقتي رجعتي كل ده امتى؟ انا مفيش حاجه في حياتي اهم من الشغل. وبعدين ما تنساش انا اتولدت في عيله حيتان، يعني انا كمان حوته بس على صغير. وانت حوته بس؟ ده انت حوته وحويطه وشايله الدنيا باللي فيها على كف ايدك. لو عايز تبقى زي سيبك من الكلام وراجع شوف عشان نبقى انا وانت على خط واحد. سلام. على فين؟ راح اصطاد الحوت الكبير عشان نكمل المجموعه. باي. بس انت وهي بتعيطوا على الأملة؟ هم دول رجالة يتبكي عليهم دول؟ بنتنا اتخرب يا لطيفة. أنا مش مصدقة يا أختي، مش قادرة أصدق. أنا الاتنين، أنا الاتنين في نفس الساعة يا لطيفة، مش قادرة أصدق يا أختي، مش قادرة. أمال هم فين بسلامتهم؟ مجاهد فوق وعطوة، عطوة كمان فوق. بسم الله ما شاء الله. ودول بيعملوا إيه في شققكم؟ يعني إيه؟ يعني انتوا قاعدين تعيطوا وسايبين لهم الشقق يحطوا ايديهم عليها بعد ما طلقوكوا؟ قوم انتي وهي خرجوهم من الشقق، خليهم يرجعوا بيوت اهاليهم، ولا خليهم يترموا في الشارع عشان يتحسروا على النعمه اللي كانوا عايشين فيها وما صنوهاش. ما تقومي تتحركي انتي وهي، مستنيين ايه؟ مالكم متخشبين كده ليه؟ لسه باقيين عليهم بعد اللي عملوه فيكم؟ ما تتحركوا يا كوبا. نتحرك نروح فين تاني يا اختي؟ مش كفايه اللي حصل لنا؟ امال نازلين على هنا ودموعكوا سابقاكوا ليه؟ ها؟ عشان اطلع لهم واترجاهم يردوكوا بعد ما طلقوكوا انتوا الاتنين في لحظه واحده؟
مش احسن ما نتطلق واحنا في السن ده؟ نديم ابني يروح فين دلوقتي بعد اللي حصل بين ابوه وامه بعد العمر ده كله؟ وانا انا الله اعلم باني حامل، قالوا كنت مستنيه اتاكد عشان افرحه. والله طب ايه رايكم بقى؟ اقعد معاهم مش هقعد. وان كان ولا بد عايزين ترجعوا لهم يبقى لازم ترجعوا لهم وانتوا راسكم مرفوعه، وهم كمان اللي يترجوكوا عشان ترجعوا. ايوه، ولغايه ما ده يحصل بيت اختكم مفتوح. خلاص بقى، بس يعني عليا بس ده. نديم ما بيردش ولا الاستاذ عبد البديع بيرد، مع ان دي ثالث مره نمنع عليه. عاجبك كده؟ اهي طبلت فوق دماغنا، لا عرفنا نطلع رجاله مع الرجاله اللي جايه تشتري المحلات، ولا عرفنا نحافظ على نسواننا. يا اخويا لما انت جبان كده طلقت مراتك ليه؟ الله، مش دي شورتك؟ نسواننا يا عطوة لازم يكونوا زي الخاتم في صباع، لازم نوريهم العين الحمراء، لازم نأثر عليهم علشان يبيعوا المحلات بسرعة. ولو عصلكوا يا مجاهد ترمي اليمين على طول. يعني كنت غرقتك وقفت اتفرج، وانا كمان طلقت مناديم. طب دليني بقى يا كبير، هنعمل ايه بقى في الحصة دي دلوقتي؟